مساء العسل، مساء الفل، والهنا والطعامة والجمال. كل سنة وانتم طيبين. موعدنا الثابت كل يوم عندنا لايف الساعة 10 بتوقيت القاهرة على الانستجرام، وبقول ده المكان اللي احنا بنعمل فيه لايفات دايما. فياريت اللي عنده انستجرام بقى ينضم عشان يبقى معانا. وبوجه الشكر طبعا لأصدقائنا اللي لبوا الدعوة وانضموا وشرفونا هنا. بنشوف الأسئلة اللي في الفترة الأخيرة بتشغلكم، الأسئلة اللي انطرحت، وبنبدأ إن احنا نعمل لايفات نرد ونتكلم ونوعي على قد ما نقدر، ولعل وعسى يتعامل بالكلام اللي احنا. وببقى سعيد جدا لما الاقي حد استفاد من اللايف او استفاد من الحلقة، بيبقى هو ده طبعا هدفي الأسمى. يعني برحب بيكم كل الناس اللي بدأت تدخل على البث دلوقتي. معانا موضوع مهم، جاتنا عليه رسائل كتيرة أوي على الانستجرام وعلى الفيسبوك، وهفضل أوجه اعتذاري إن أنا ما بقدرش إن أنا أرد على الرسائل باستمرار. فاللي بعت لي وأنا متأخر عليه أنا بعتذرله شخصيا، ما يزعلش مني. بستنى شوية كالعادة في اللايف كده على ما نبدأ إن احنا نتجمع. الموضوع ده مهم جدا عشان ما يختلطش علينا الأمر، وهنقدم الحل باختصار. هل ممكن حبيبنا، وركز لي على كلمة حبيبي دي، يستغلني؟ آه، شفتوا بقى، أديني صدمتك بكلمة آه، أو صدمتك بكلمة آه. ولكن في أسباب وفي علاج، وهو ده موضوع حلقتنا. أنا بفنط الأول الدنيا كده على ما يبدأ كالعادة أكبر قدر إن هو يتجمع. نبتدي بقى على بركة الله. نبتدي، إيه الأسباب اللي ممكن تخلي شخص بيحبني وبحبه أو مرتبطين أو ولكن يحاول إن هو يستغلني؟ أول حاجة، لو لقاك مدلوق أوي أوي، مش مهتم، مدلوق، في فرق. الدلقة يعني الأفورة في الاهتمام، إن أنت مدلوق، مدلوق على وشك كده. تاني حاجة، لو لقاك بتتنازل، انت شخص تنازلي او بتاع تنازلات، حتى يتغلط في حقك، يحصل موقف يزعلك، انت اخرك معروف. هناخد الاسئلة في الاخر يا جماعة عشان اصدقائنا اللي بيسألوا دلوقتي. تالت حاجة، انت ما بتقدرش على زعله، يعني هو يطلب منك اي حاجة فانت طب والنبي ما تزعل، اعمل لك اللي انت عايزه. طيب هو خلاص وصل له الإحساس ده إن أنت عندك استعداد لتقديم تنازلات؟ مادام وصل له الإحساس من الثلاث نقط أو الثلاث نقاط اللي احنا اتكلمنا عنهم، النفس البشرية مش ملاك. أنت حط في دماغك إن أنت ما بتتعاملش مع ملاك، أنت بتتعامل مع بشر ليه أطماع ونفسه بتوسوس له ومزاجي وبيتغير، وفي نوع من أنواع الاستغلال دي في طبيعة البشر. فمن هنا ممكن يبدأ الاستغلال المادي، أو على فكرة أنا بتكلم للطرفين، أو الاستغلال الجسدي وده الأكثر انتشارا، أو الاستغلال النفسي، إن هو يدمرك نفسيا، يعني يشوف نفسه عليك قوي وما يعتذرش وعايزك أنت اللي تعتذر. إلخ 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 بقى وانت ماشي، لان هو حتى لو بيحبك يقول ما انا بحبه، ما هو ما فيش فرق بينا، ما احنا لبعض في النهاية، ما هو اللي عندي عنده. يبرر لنفسه النفس أمارة بالسوء، اتذكرت في القرآن وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. هي لما ناخد حتى قصة من القرآن، وأنا ما أحبش أتطرق للدين، ما هي زليخة كانت بتعشق سيدنا يوسف عش، حتى ربنا لما اتكلم في القرآن قال شغفها حبا، والعلماء لما جم يشوفوا لقوا ان الشغف ده اعلى مراحل الحب في القلب، كده في حاجة اسمها الشغف اللي هي الجدار اللي بره ده، اعلى منطقة حساسة بشهادة ربنا، وروضته عن نفسه، ادي استغلال جسدي. فأنا لازم أوضح النقطة دي، خلي بالكم، أصل البنت تقول أصله بيحبني، استحالة يكون في استغلال. أنا بجيب لك كلام أهو، أو بجيب لك كلام من قلب القرآن.
يعني مش كلام محمد أبو زيد ولا دكتور متخصص ولا عالم نفسي ماهر ولا لا، ده بشهادة ربنا. إذا أنا ما اسمعش الكلمة أو تعدي الآية عليا من غير ما أحللها. آه يبقى الحبيب ممكن ووارد جدا إن هو يسعى لاستغلالي. طيب إحنا كده خدنا الأسباب وأكدنا بشكل قاطع إن ممكن يكون في استغلال. دوري بقى أنا أعمل إيه؟ أنا دلوقتي عايز أكمل أو أنا عايز أكمل مع الشخصية دي، ولكن عايز أنجو من موضوع الاستغلال ده. إيه اللي أنا أقدر أعمله؟ أول حاجة حط لنفسك حدود واضحة، حدود واضحة ما فيهاش استثناءات، عشان من البداية كده يبقى عارف إن هنا خط أحمر، إن أنت لن تتهاون في النقطة دي، لن تتهاون في الجزئية دي. إذا هو خط هنا مش هيلاقي غير الضرب بالشبشب زي ما احنا بنقول يعني. يبقى أول حاجة حط خطوط ليا واضحة وما فيهاش استثناءات. تاني حاجة أعرف أنا عايز إيه من العلاقة بالظبط. أنا عايز صداقة ولا أنا عايز حب ولا أنا عايز مصلحة ولا أنا عايز تسلية ولا أنا عايز وقت ممتع، أيا كان حدد أنت، ولا انت عندك فراغ عاطفي وبتضيع وقت، انت عايز ايه من العلاقة دي؟ عشان بناء عليها كل علاقة لها سيناريو. الصداقة او الصحوبية هنتكلم في اي حاجة واحكي لك على اللي انا بحبه وتحكي لي وناخد رأي بعض. المصلحة بتديني حاجة وبديك حاجة ايا كانت. الوقت الممتع او التسلية كلنا عارفينه، بقضي معاك وقت بحبه وانت بتقضي معايا وقت بحبه، ودي حاجة بتسعدنا واحنا قابلين كده مفيش مشكلة. المشكلة هنا بقى في الحب الحقيقي، لو في حب وعايزين نتوجه بالارتباط، هنا ما ينفعش بقى الاستغلال ايا كان، ولازم هنا اعمل ستوب، لازم هنا افوق لنفسي، لان غالبا غالبا وليس دائما النجاح الشخص في استغلالك يبتعد. إن نجح الشخص في استغلالك بيبتعد. ليه؟ طبيعة النفس البشرية، طبيعة أغلب الناس كده، طبيعة أغلب الناس كده، ما خد حاجة كبيرة عايزها فبيبدأ الموضوع يبهت والشوق إليك يقل ويبهت إلخ بقى. فمش عايز اطول عليكم، اتمنى اكون انا وضحت الموضوع ده وحطيت الحل كالعاده. دلوقتي بقى هبص على تعليقاتكم وقولوا لي الحلقه دي مفيده ولا لا، تدوها كام في المية كالعاده كده عشان اعرف انا وصلت اللي انا عايز اقوله ولا لا، ونبدا ناخد اسئلتكم، ونبدا بقى ان احنا اللي عنده اي استفسار، اللي عنده اي سؤال جوه موضوع البث بره موضوع البث انا معاكم. هو ابتعد بس ما قدر يستغلني، زعل يتفلق. اه طبعا هو داخل عشان حاجة، وما هو ده مش واضح بقى، ده شخص ما هوش واضح، ده شخص تحت بيقول انا بحبك او انا جاد معاك، ولكن هو من جواه داخل تسلية، فهنا يبان على حقيقته. هي الفكرة في كده. تنصحني اتعامل ازاي مع رجل العذراء وانا عقروبة؟ يعني انت فاهمة، والعقربة ست ناعمة وتقدر ان هي تتعامل مع كل الرجال وخاصة الرجل العذراء، بس انا مش عارف ايه المشكلة تحديدا اللي بينكم وايه طبيعة العلاقة. احنا الثوريات بنحبك وانا بحب كل الابراج، انت كل لايفاتك وكلامك ما لحقتش اكمل. توافق رجل العذراء مع امرأة الدلو صعب صعب، انت حتى قبل ما اقرا اخر كلمة في المسج او في التعليق تعبني، قلتلك صعب، كنت لسه هقول لك تعبين بقى. كلامك كله صح، توافق العقربة والميزان مش عالي قوي، في انجذاب، في حب بيولع في الذرة في البداية، وثم تأتي المشاكل من بعد ذلك، فعشان كده عايزين نتروى في العلاقة دي لأن طباعنا مختلفة، ما نتسرعش. لما يستغلني اعمل ايه؟ انا لسه قايل النصايح يا جماعه من دلوقتي، لسه مخلص. تعمل ايه او تعملي ايه؟ اللي هيسمع الحلقه
إيه هيفهم. إيمان مدمنتك من تونس تسلمي لي، ربنا يخليك. الجدي والدلو صعب، إيه الجدي والدلو علاقة صعبة، هوا مع تراب إيه اللي يحصل؟ خليك أنت اللي تجاوبي، لما الهوا يجي على التراب إيه اللي بيحصل؟ جاوبي أنت بقى. بعد كام مدة من عدم التواصل يجب نسيان، المفروض في علم النفس 6 شهور. 6 شهور يبدأ النسيان وليس النسيان النهائي، خلي بالك. 6 شهور نبدأ في مرحلة النسيان، مش هننسى تماما. ازاي السرطنة تشغل عقل رجل العذراء المشغول؟ هي ايه العلاقة بينهم؟ هو رجل العذراء يعني من الرجال اللي عايزة رتم هادي، من الرجال اللي مش عايزة نكد، من الرجال اللي هي يعني مش عايزة وجع دماغ، مش عايزة عند معاها. الحاجات دي كلها بتفرق مع رجل العذراء، وعايزة حتة تقل شوية، السرطونة ما تهتمش بيه زيادة عن اللزوم، وما تطلبوش برومانسية أوفر لأنه فاقد الشيء لا يعطيه. ورجل العذراء كما هو معروف للجميع ليس رجل رومانسي، والسرطونة قمة الرومانسية. ليش ما ترد على تعليقي؟ والله ما شفته. أسدية طالع جدي مع طور منور تسلميلي. زوجي برج القوس وأنا طور بطالع الجوزاء، العلاقة مش عالية أوي، في أفورة، في مشاكل، في توتر شوية في العلاقة دي. إن شاء الله تقدروا إن أنتوا تحلوها. دخلت حب جديد، مش بقدر أنسى حب أولاني، عشان أنت كنت داخلة الحب الجديد عشان تعوضي او فراغ عاطفي عندك، مش حبيتي بجد، مش داخله عشان مقتنعه، انت داخله عشان تهربي من الحب الاولاني، فطبعا استحاله تنسي، استعجلتي وارتبطتي، لازم كان يحصل لك عمليه استشفاء الاول من هذا الحب القديم المنتهي قبل ما تفكري او تقدمي على خطوه جديده. عايزه العذراء يعترف باعجابه بطيء وتقالي عليه، ما تستعجليش اطلاقا لان دي طبيعته، لازم ان انت تتقالي عليه على قد ما تقدري، وبغير كده هيبقى الدنيا صعبة شوية وهيشلك وهيجننك والشلل جاي جاي، فلازم انت تراعي ان دي في طباعه، وهو بطيء واعترافه بياخد وقت وعنده سنة خجل. ولكل قاعدة استثناءات طبعا لازم اقول، ولكن معظم رجال العذراء بتكون كده. ليه الأسد يحزن بعد الانفصال مع إنه ما يستحق؟ كله بيحزن بعد الانفصال وليس برج الأسد فقط. ما أكيد ضيعنا جهد وضيعنا وقت وكنا مرتبين حياتنا مع بعض، وفجأة كل الأحلام دي اللي اتبنت في شهور أو ربما سنوات انتهت. هو إحنا ما بنحسش حجر؟ لازم بنزعل فترة، بس الشطر اللي يقع ويقوم، ما يفضلش بقى بارك كتير عشان الدنيا كلها ما تدس فوقه. انا اكتفي بقى يا جماعه بالقدر ده عشان ما اطولش عليكم. موعدنا كل يوم ان شاء الله الساعه 10 بتوقيت القاهره لايف، موضوع مهم. اي حد بعت لي او كتب تعليق انا ما شفتوش انا بعتذر. كل يوم ما عدا يوم الجمعه بيبقى اللايف بننقله بقى على الفيسبوك عشان اصدقائنا اللي على الفيسبوك ما يزعلوش. وكل سنه وانتم طيبين وتصبحوا على خير.